ودلوقتي جمعنا مع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله 31 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة الإدارية المعينين، وده هيكون في مقر هيئة النيابة الإدارية في 6 أكتوبر. النهاردة هيقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بصالون الأوبرا الثقافي ندوة وأمسية شعرية وفنية بعنوان أمسية الأوبرا الشعرية. هيشارك بالندوة والأمسية الشعرية مجموعة من الشعراء المصريين والعرب. النهاردة هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمر صحفي الساعة 4 العصر بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 ل 18 يونيو الجاري. وبيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من نفس الشهر. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع المصري الساعة 7 مساء، والساعة 9:30 بالليل هتكون مباراة سموحة وسيراميكا.